ورجعنا لكم من الفاصل ولعبنا شوية في الفقرة الأولى، هنكمل لعب برضو باقي الحلقة، بس بالإضافة إننا منورنا صاحب أكبر براند هدايا وألعاب وإكسسوارات كورولوس ماهر، صاحب محلات أول سيزونز إم كي الشهيرة اللي مكسر الدنيا. أهلا هاي وسهلا بيك يا كورولوس، إزيك؟ هاي ليش شرفتنا. هاي ايه طبعا غني عن التعريف يعني. شكرا. احكي لنا الموضوع أصلا بدأ معاك إزاي؟ لا، هو الموضوع يعني يمكن اخر 4 5 سنين بدأنا نتعرف شوية، بس احنا اصلا في سوق الجملة يعني من 25 سنة، من ايام والدي. فاه يمكن الموضوع معروف، فانا بنيت عليه شوية، بدأنا نتجه شوية، بدل ما يكون الموضوع جملة شوية بدأنا نتجه ان احنا يكون جملة وريتيل، وان احنا نبدأ نوزع شوية قطاعي. هل بدل ما كنا بندي بس تجار مصر كلها، بدأنا ان احنا نخش شوية في موضوع الريتيل، نعمل شوية ماركتينج. فالموضوع شوية شوية الناس حبوه، حبوا اسعارنا، حبوا كل الكلام ده، فبدأنا الحمد لله نعمل شوية انتشار يعني. انا شايفه اولا ميرسي جدا على الديكور اللي على انت ايه رزق. عملته لنا في الاستوديو يعني، والشجره وبتاع بمناسبه الكريسماس. ايه رايك يا هشام؟ ايه انا رايك؟ هاخد الشجرة دي انا يا باشا، هاخدها على طول. هتاخدها؟ احنا الناس كلها هنا والله هتاخد اصيل، الشجره انت دي. في 2 بابا نويل هناك. لا هو الشجرة بس، هنقعد نخش معلش بقى. ماشي، عندهم. لا والله دي ما جبتش حاجة والله. عادي يعني، انا يا باشا، اخوك اخوك انا مش شايف انت روحي يا متدبس من ابويا. الصبح، فاخوك عندهم ليه يا باشا؟ احنا اسمان اولا، انا مبدئيا بالنسبه لي انا كمي، انا قبل ما اتعرف عليك انا كنت بدور على البيج بتاعتك، وكان دايما بيعجبني الحاجات بتاعتك بغض النظر بقى عن الكريسماس او في الايام العاديه، بلاقيك منزل حاجات وهدايا احنا اطفال بالظبط، احنا مش كريسماس والعاب. بس، احنا حاجات كتير قوي. احنا تقريبا حوالي 11200 منتج على مدار السنه، واو. يعني اي حاجه يعني. خلصت كريسماس، يلا رمضان، قبل رمضان عيد ام، بعد العيد الام، بعد رمضان يلا بينا عيد حب، يلا بعد ده كله عيد لعب اطفال. خلصنا ده طول السنه، مدارس، ادوات مكتبيه مدرسيه طول السنه، مش حاجه معينه مش حاجة ثابتة خالص يعني. خالص. اوكي، انتوا اللي بتصنعوا صح؟ مش بنصنع، بناخد من هنا ناس بتصنع، بناخد بسعر المصنع نبيعه، بس ستيل برضو في حاجات كتير قوي بنستوردها. يعني احنا بنستورد كل حاجاتنا بنفسنا وبنوزعها على تاجر الجمله، وكمان بنفرشها في محلاتنا. اوكي، طب انا عايزاك بقى تفرجنا على الحاجات اللي انت يلا جبتها بينا. لنا الاستوديو. يعني زي مثلا دي شجره، تمام، في منها انواع كتير، نجيب حاجه من هناك. اتفضل. لازم انا مش اقلعي اقلعي، انا حافظه جدا جدا. لا بس كان تحفه عليكي والله، الحمد لله. انزل حاجه، تعالى اتفضل. يلا خلينا. اوكي، هي دي اصلا يعني دي في علبتها يعني، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ لا دي علبتها، بس انا عايز بس البراند نفسه ده، احنا اللي بنستورده واحنا بنصنعه، اوكي ده نفس النظام. وريه كده للشاشه، خلي الناس تشوف ال اوكي. يعني زي دي كده الشجره دي. أوكي. نادرا اول لما تلاقي ستايلات زي كده، احنا كمان اللي يعني بنبدع شويه في موضوع الستايل. احنا هناك بنروح نبدا ان احنا نعمل، يعني مش بنروح الصين مثلا نقول دي لطيفه فيلا بينا هناخد دي، لا احنا بنبدا نعمل عليها اديت. دي في منها مقاسات اشكال كتير وبتنور، في البلورات دي في منها موضوع كبير قوي اشكال كمان، حتى في الطبيعي من غير كريسماس ينفع تبقى رمضان، تنفع تبقى فيها حاجات قابل كل الكلام ده. اي حاجه بقى المميزه عندنا، اي حاجه بتكون استيرادنا، احنا بنبقى عارفين كويس قوي نتحكم في السعر، عارفين دي تكلفتها ايه، دنيتها ايه، وقبل ما احنا بنوزعها جمله بنديها لمحلاتنا، فبنعرف نظبط التكلفه كويس جدا. طب بص عليها كده يا هشام، قول لي ايه رايك فيها. اروح بيها والله، ما فيهاش حاجه والله العظيم. ده لا انا بحب اصلا والله العظيم، احلى هديه يا باشا، احلى هديه. حاجات من جوه بس هي لسه مش، ما فيهاش حجاره. عايزه حجاره؟ ماشي، هنفك حجاره من اي حاجه هنا. بحب ميري كريسماس ساوند طيب والله. جميله، شكرا. لا 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 بلاش الكروته دي. واحد والله. طب هجيب حاجه تاني؟ ما ينفعش الكروته. والله العظيم بعد جايب بوكس، بس ما كنتش عايز اقول لها عشان ما احرقش المفاجاه والله. ومليان شوكولاته وكيت كات والدنيا بايظه. هنحط البلوره فيه. ماشي، بس دي حاجه، دي نقره ودي نقره. هجي لك. لا تيجي لي، هنلم من الاستديو هنا. على الله، انت راجل، انت راجل جميل والله. والله العظيم ما يخشش عليا الكلام ده. اختاري يا نهله اللي انت عايزاه، وهو هشام هيشتريه النهارده بعد ما نخلص الحلقه على طول. لا المحل قافل. منين؟ المحل قافل اصلا؟ اه بكره. طب ما تديهم لي ببلاش. واحد والله يعني، والله واحد. خلي بالك، عارف انت بتبص. تعالي يا نهله. انا كانت عجباني اللي هو مسكها دي. اه بس عايزه ممكن على فكره تختاري برضو من المزال. خدي بس تعالي. من ايه؟ لا انا عجباني دي. بس في حاجه عجباني نوريها بقى دي. بس عادي يا كرولوس، بيع لهم عادي من دلوقتي من غير ال، تبيع لي مين؟ مش لازم تبيع لاي حاجه. لا الجولد احلى، انا عجباني دي. دي عجباكي؟ ربنا معاك. حقها وخديها. لا هم قالوا انت هتشتريها لي. مبروك عليك. لا 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 مبروك عليك. بتنور، حسيت كده، فحسيت عايز هتبقى حلوه. عايز حجاره. مش هينفع ناخدها، عايز حجاره. ايه عايز حجاره؟ شكرا يا ربنا يخليك يا كرولوس.
عايز احجارك. موضوع طب بمناسبه بقى الخناقه اللي دايره دلوقتي بين هشام ونهله، ايه اكتر منتج بيتباع عندك وخصوصا الكابلز اللي بيدخلوا لك بقى؟ انت اكيد بتبقى شايف برضو البلورات اللي احنا شفناها دي، بيبقى حاجه فيها مثلا كابل او حاجه اي حاجه بقى بتنور، في حاجات زي اللي هناك برضو بتتباع. يا اما حد بقى بيجيب لخطيبته قبل ما يتجوزوا الشجره ويبداوا يزينوها مع بعض. ثواني، هو يكون لازم قبل ما يتجوزوا يعني؟ مفيش حد بيجي قبل ما يتجوز؟ قبل ما يتجوز ولا كاني سمعت حاجه يعني؟ واحده قبل الجواز واحده بعد الجواز. ايوه يعني اكيد بيجوا بعد الجواز، يعني انت بتشوف ده بعينك؟ ايوه بتبقى. ولا الجواز بينتهي بقى كل حاجه وخلاص؟ لا، هو بيجيب شجره واحده بس في حياته، بعد كده ما بشوفهمش. صحابي بيجيبوا لنفسهم دلوقتي المتجوزين، بيحطوها في البيت وبيحطوا زينه وحاجات كده كتير قوي يعني، بيشتروا بنفسهم. انا حاسسك فرحان. اصل مش فاضي انا بجد، انا متجوز وهنسيب الشغل وهنعمل اللي احنا عايزينه خلاص. بجد والله. بس ما تتنازليش، هو المفروض على فكره هي سترونج جدا. انت كلام ده قلت فيمينيست قوي. انا عمري ما بتنازل بجد والله. ما هو ده الحياه مش كده بجد والله. هشتغل انا واجيب فلوس عشان اجيب شجر وبتاع. ايوه ايوه ايوه. المشكله ايه؟ المشكله يا جماعه كله هيجيب لي كل مناسبه هيبعت لي حاجه على البيت. اخويا ده صاحبي من النهارده، احنا طالعين صحاب في الاستوديو. الموضوع حلو. طب وانتي بتختاري الحاجات بتاعت الكريسماس تمام؟ اكيد انتي كل سنه بتعملي أيوة. كده اكيد في مره اشتريتي حاجه اونلاين؟ لا، كله الحاجات دي بتاعت بحب اختارها قوي، بحب الالوان بتاعتهم، بدخل المحل بيشدني بقى بسرح. اوكي. بفضل بقى على الاشكال واختار، بس ما جبتش اونلاين قبل كده. لا. طيب ايه اكتر او اول حاجه انتي اشتريتيها اونلاين في حياتك كلها؟ كانت لبس، كان في تيشيرت كده. هي مدمنه بجد. كان لبس والله بجد. انت شايف ان هي عمليه ولا شايف ان هي اوقات بقيت اكسل او انزل اروح مول او حاجه زحمه بتاع بكسل في كل حاجه. طب يا كيلو، انا شايفه ان ما شاء الله في تنوع كتير في الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا، احكي لي عنهم، احكي لي عن باقي الحاجات اللي احنا ورينا حاجات تانية. اوكي يعني. احنا ما عرفناش دي سيريا، دي فين؟ من على اليمين خالص صح. دي كده اكسسوار بتاع اللي هي الطبله دي، الحاجات دي احنا ما عرفناش نجيب. ايوه في طبله، في حاجه كتير. ايوه طبعا، حاطط كل حاجه في الشجره. لا ده كده ولا 2% من الموجود عامه تمام. كل يعني مثلا زي اللي في ايدك دي، في منها مثلا لا يقل عن 10 مقاسات، من اول حاجه اسمها 3 سم لغايه مثلا متوسط ال 35 سم اللي هي الحاجه قد كده. فمن كل حاجه، في منها الوانها مقاساتها مط جليتر ولا عادي ولا فوم ولا بلاستيك، موضوع كبير. ما عرفناش نجيب اي حاجه. احنا لو عايزين نجيب سيمبل بس من كل حاجه، فاحنا محتاجين عربيه ربع نقل، عشان احنا بنتكلم ان احنا كل حاجه احنا اللي بنستوردها وبنبدا ان احنا نديها للسوق. الشجر في قصه كبيره قوي منه، من اول شجره ب 17 جنيه لحد شجره ممكن ب 17000 جنيه. عادي خالص. هات ال 17 جنيه دي بقى. والله كلنا بقى ب 17 جنيه. يا عاد واحده ب 25 والله العظيم. انا محاول حاجه و30. حلو قوي، حلو قوي تمام. زينا مع بعض. ماشي، انت لازم تجيلي بكره. انت اصيل قوي. 100 جنيه بص هفصدك. هفصدك 100 جنيه. طب انا عندي سؤال مهم جدا. لو هتعمل عروسه لعبه اوكي، بس لازم تكون على شكل نهله. تشاكي. اوه قصف جبهه دي، انا مش قادر اتكلم. لازم تقدرني والله. والله ما قدرتش، بس هي يعني برضه ما قدرتش والله يعني. مش هقول برضه ولا فله دي اتلغت اصلا، فهي تشاكي. تشاكي يعني انا اتصدمت. ولا من غير السكينه بقى؟ والله بالسكينه. تمام. والله تمام. كيرو، انت انا شايفه او انا عارفه ان انت بتوزع لمحافظات مصر كلها. بالظبط. احكي لنا الموضوع، اصل البروسيس بتاعتك مشيت ازاي لما انت كنت بدات بقى توزع المحافظات؟ الموضوع جه ازاي؟ هو الموضوع اصلا في الاساس زي ما كنت بحكي، ان هو اصلا الموضوع والدي بدأه، عشان الموضوع كده يعني كبير شويه. احنا بدانا بس يعني عباره عن ايه، موضوع فيه تورتايه تمام، واحنا بدانا ان احنا نزينها. انتشرنا شويه السوشيال ميديا، شويه الماركتنج لطيف. الموضوع راح في حته تانية خالص وبقى الطف. الموضوع برضو انا اللي بادئ الريتيل شويه، بس لولا ان انا في ظهري حاجه كبيره اللي هو الاستيراد نفسه، دي حاجه مش سهله حد يبداها خالص لوحده او في سن صغير او حاجه. فدي اللي ادتني بوش شويه، ادتني يعني. انا كنت بادئ تقريبا بحاجه صغيره كده، دلوقتي احنا اقل فرع مثلا حوالي 500-600 متر دورين، في فروع عندنا 1800 متر، في فروع عندنا كبيره يعني. بس والدي مركز في موضوع الاستيراد. انا شويه طب ليه استيراد بس؟ ليه ما يكونش انا الناس في الشارع عارفانا؟ ليه الناس ما بتاخدش مننا؟ يعني مثلا ده استيراد، بتبقى بتدي للجمله بس انا محتاج ان انا
على اللونج تايم ان انا يكون في فروع، حتى لو كل 10 سنين افتح فرع بس تحس بنجاز انجاز في الشارع نفسه. طب بما انك بقى يا كرولوس تاجر قديم في الموضوع ده، شايف لا انا شايف انك والدك وبتاع، فطبعا انت خدت اكسبيرينس يعني الحياه كلها صح ولا ايه؟ طبعا سقفت انه بيت مستخسر كل شجره والله العظيم مقصور والله في شجره ما قالك هيديك النهارده الشجره خلاص هقفل دلوقتي النهارده ايه؟ النهارده زمان المحل قفل، ده هستحول لك معايا المفتاح بره بكره اجي لك بدري انا بعد الشغل تيجي تنور. شايف بقى يا كرولوس ان المنتج المحلي ممكن يسيطر على السوق عن الاستيراد؟ يعني شويه شويه الموضوع بدا يبقى صعب في الاستيراد، يعني بدا يصعب شويه، وفعلا مع فرق العمله الموضوع نفسه الكوست بقى غالي. فبدانا احنا هنا نعرف نعمل ده. يعني الاول لو احنا بنتكلم من 7 8 سنين 90% كنا احنا بنستورد، 10% بس تصنيع. اما دلوقتي لا، احنا ممكن نقول 60 70% تصنيع مصري وبدانا 30%. وكان من 5 6 سنين كان الفينش نفسه ما تقدرش تطلع فينش حاجه نظيفه خالص. دلوقتي الموضوع يعني المصريين لما بيبقوا ما عندهمش قرار تاني فهو غصب عنه هيطلع حاجه كويسه. بدانا نعمل ده، واكتر حاجه بنطلع فيها نسبه 95% مصري رمضان. كريسماس موضوع صعب شويه، الماشين بتاعته غاليه عشان انا اعمل الحاجات دي. احنا بنسافر مش مجرد انا بخش استوردها وخلاص، انا بقف بشوف نفسه بيتصنع ازاي، بقف انا عايز الكثافه ازاي، بيبقى من كل حاجه لغايه ما تيجي مصر احنا بنشوفها. فعشان نجيب مكنه زي كده موضوع غالي شويه، بس بدانا نتجه شويه في الفوانيس المصري. الموضوع فيه طفره رهيبه، يعني الموضوع راح في حته تانية خالص، وبدا ان هو يكون 95% من موسم رمضان تمام خلاص. لا بيتصنع هنا حتى الاضاءه، حتى الفوانيس، حتى الزينه، حتى كل حاجه. كريسماس لسه ما وصلناش للمرحله دي عشان حاجاته معقده شويه، حاجاته شجر بقى وحاجات زي كده مش اي حد بيعرف يعملها، بس وصلنا ان احنا نعمل زينه برده كريسماس في مصر. كويس. فالموضوع لا اختلف خالص من 7 8 سنين، الموضوع راح في حته تانية خالص. نرجع بقى لهشام. نعم. لما بتيجي تجيب هديه النهله بتجيبها عباره عن ايه؟ يعني بتروح لانهي جزء من الهدايا؟ يعني انا بالنسبه لي انا لو جالي كيلو كفته انا زي الفل. حلو انا بتصالح على طول. حلو الموضوع بسيط خالص. ايه بقى؟ هديه مثلا هتكرمش فلوس. هديه هتكرمش فلوس. عيد ميلاد هتكرمش تجيب لها عاوزاه. يعني الفلوس بالنسبه لها اهم من ان انت تجيب لها هديه او قلم روج مثلا. لا بتحب اللي بتحب الورد اول، بس انا جبت حته بوكيه في الخطوبه اقسم بالله قد كده. والله العظيم مش عارفه تشيله. فضلت ماسكه طول الوقت ومسكونا في صوابعي انا مش قادر. لا كنت صورت في الخطوبة. لا اخوك دخل بعيد اقسم بالله دخل تاجر داخل بعد الخطوبة الدنيا ماشية ازاي؟ والله على الله الدنيا ماشية بالزقة والله الدنيا ماشية بالزقة والله العظيم. طب بما ان بقى يا كرولوس الناس يا عيني والشباب بيعانوا من موضوع الهدايا وطلبات البنات الكتير اللي ما بتخلصش. والله يا باي بكرة الصبح اتفقنا خلاص بكرة الصبح مكان النوزة الجديدة شارع المدينة المنورة فرعين كده قصاد بعض. بص حوالي 600 متر. انت موجود ولا هتقفل موبايلك؟ بالله عليك احتمال بقى تعالى لوحدك ماشي عشان انا حاسس في عينيها كده موضوع شجر ودي او قصه كبيره. يعني معلش قول كده بقى يا كرولوس تاني المكان فين؟ احنا بالظبط عندنا فرعين في النزهه الجديده تمام، اللي الفرعين قصاد بعض. أوكي. 36 شارع المدينه المنوره متفرع من طه حسين، والفرع اللي في وشه على طول 8 شارع المدينه. ده مول وده مول، دورين هنا ودورين هنا في وش بعض. مالناش اي فروع تاني خالص في النزهه، وعندنا فرع واحد ده الرئيسي حوالي 1600 متر، ده في جسر السويس من شيء التحرير تمام. لا. متفرع من جسر السويس اقرب محطه 1000 مسجد. أوكي. بس زائد ان هو البيج عندنا اسمه اول سيزون ام كي تمام، بنقدر نوصل في كل حته في مصر. طب اسعارك ايه بقى؟ ما هو اسعاري بقى احنا اتفقنا، يعني انا مثلا سي شجره زي دي مثلا سي مثلا بتتباع بره ب 800 جنيه. أوكي. طب انا المستورد بستوردها بكام؟ ب 400 جنيه. فببدا ان انا احط على سعر الاستيراد هامش صغير 10 15% بالكتير قوي بقت ب 550. يعني انت لو دي مثلا بتستوردها ب 400 جنيه فانت بتحط عليها 440 جنيه بالظبط خلاص كده. ده حلو جدا. بس بره بقى بيعمل ايه؟ ده بياخد توصيل. ده بالظبط بياخد مني، فبيبدا يدي لحد تاني، فبيبدا يدي لحد تالت. كل واحد لو حط له 15 20% فهم 400، هتلاقي في ايدك انت بقت ب 650 700. ده حقيقي. فانا اللي بيميزني عندي الحمد لله اني كل حاجه انا بقدر انا اللي بجيبها بنفسي. وحتى لو في حاجه مش موجوده عندي عارف منين المصدر. فموضوع التايم ان انت بقالك حاجه و20 سنه في المجال الموضوع بيختصر عليك كتير، وزاد ان انت بتستورد من حاجه و20 سنه فانت يعني زي ما بيقولوا بالبلدي كده انت الحنفيه. يعني انت تقدر تتحكم في الحاجه من الاول خالص. بس فده اللي بيميز اول سيزون ام كي عندنا. طب بمناسبه ان البرنامج ده جديد اوكي، وفكره البرنامج بتتمحور عن البيع والشراء، احنا هننزل على البيج
تمام البراند بتاعك او صوره عن الحاجات اللي انت بتقدمها. جميل. اوكي وعايزينك بقى تقدم اوفرز للشباب يا عيني زي بص بص هشام باصص لك ازاي قدم لهم اوفرز يعني. بص احنا زي ما اتفقنا ان احنا البروفيت بتاعنا بيكون قليل جدا جدا جدا. فانا مثلا سي لو قلت مثلا اي حد جاي من القناه هنا والبرنامج هنا يقول بس على الكاشير ان انا جاي من طرف البرنامج تمام هياخد من 10-15% على حسب نوع المنتج. زقها 5 عشان خاطر اخوك. ما 5 دي خاصه. 5 عشان خاطر اخوك. خاص والله ما تخص خاص. اشتري بقى بس مني والله. 15% عشان خاطر اخوك. يعني انت لو عملت 15% انت كده مش كسبان حاجه. بس اوعى اوعى ثانيه واحده اوعى تعمل زي بقيه الناس تعلي بقى بدل خالص. بس احنا عندنا تعلي على السعر عندنا ميزه ثاني خالص دي يعني دي اكتر حاجه مريحانا كسيستم. احنا عندنا السيستم سي ده اسمه ام كي 740. اوكي. هيفيد العميل هيروح عند الكاشير ام كي 740 بكام؟ باكس. خصم كام كذا ريسيت طلع له شكرا. يعني كل حاجه عندنا متبركده مفيش اللي هو انا شايفك مش فاهم تعالى الشجره دي ب 2000 جنيه لا مفيش هي الشجره دي ليها باركود تحت. أوكي. بس حتى ما بديش مساحه للبياع ان هو يضحك على العميل او حاجه لا كل حاجه متبركده وكل حاجه بيحاسب بيها وكل حاجه بياخد ريسيت. الموضوع عجبني لا موضوع الباركود ده احسن حاجه في الشغل اصلا متعب شويه ان انت تكود كميات مهوله بس الموضوع مع يعني انا مش عايزه اسالك يعني رايك لان انت الاي تي ام جنبك فانا بسال الاي تي ام هو متخصص يعني خلاص اتفقنا ان انت هتعمل 15% للمشاهدين بين البيع والشراء من 10-15% وده مش بقى من 10-15 15% حاضر 15% وده على فكره بالنسبه لمقارنه بالاسعار اللي بره يعني الحمد لله انا عارف واثق ان 15% ده يعتبر انت بتاخد اقل من سعر الجمله. انا واثق من الكلام ده عشان احنا بنحط زي ما اتفقنا 10% وفي حاجات اقل من 10% بس كده يعني حاضر مش هقدر اقول لا 15% خلاص اتفقنا والله اصيل هتكون انت لوحدك خسران اصيل والله نخسر مع بعض كرولوس بجد بجد انا مبسوطه جدا ان انت جيت لنا النهارده وعايزه اقول لك والله على المحمل الشخصي انا بحب الفيديوز اللي انت كنت بتنزلها والحاجات بتاعتك دي بصراحه بالنسبه لي انا رهيبه عجبك صح شفتوش 1250 لايك 1250 لايك ولا خلاص 15% خلاص الموضوع منتهي. طب بالنسبه لهشام ونهله نفس الموضوع ببلاش عشان خاطر اخوك 50% 50% ايوه بكره بس دلوقتي هخلص معاك في الحاجات دي قبل ما تمشي دلوقتي دلوقتي وقتي وفلوس حاضره ترابيزه البرنامج معاك اي تي ام معايا بره فلوس هحول لك هحول دلوقتي بره هاسك بجد مبسوطين جدا يا كرولوس ان انت يعني جيت لنا وشرفتنا ووريتنا الحاجات الحلوه دي وانا كمي انا مبسوطه جدا لان انا اصلا كنت بعمل سيرش عليك بقالي سنين وعلى طول على فكره يعني اي حد من الناحيه الثانيه بتلاقيني بكلمهم يا جماعه هاتوا لي كذا من اول سيزونز ام كي انا فاكره الاسم ده كويس انا جدا. انا محتاجك بقى تيجي تشرفينا الموضوع مختلف يعني انا مش عارف اجيب اي حاجه خالص الموضوع هتخشي تحسي ان هو كده مثلا ككريسماس 1000 منتج دخلنا على رمضان دخلنا في 1500 منتج الموضوع بكل تفاصيله بكل اسعاره من اول 2 3 جنيه لحد ما انت بتتحكم بقى لغايه 7 8000 جنيه هديه عادي خالص بس طب انتوا بقى خطواتكم اللي جايه كبراند ناويين تعملوا ايه؟ يعني بنبدا واحده واحده عشان موضوع الاوبريشن نفسه ده صعب، يعني ان انت تبقى واقف على حاجتك وان انت تاسسها الموضوع صعب، ولو ما بداتوش صح يلا نفتح 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 هتلاقي نفسك بتلم خساره، يعني انت بتتاجر في خساره، فاحنا بنحاول على قد ما بنقدر هنقدر يعني نكبر بس بنحاول على قد ما نقدر الموضوع يبقى صغير شويه شويه عشان لما تبقى الدنيا تمام يبقى الموضوع ستيبل 100% ما احسش ان انا قاعد مثلا في حاجه في الفرع الفلاني في الفرع الفلاني والفروع قريبه من بعض فلما نكبر ويبقى بعيد عن بعض محتاج وانت قاعد في حته بعيده تكون دايرها 100% صح صح فبندرس ده لسه نورتنا جدا يا كرولوس طبعا انتم مكملين معانا انتم مش رايحين في حته انتم خلاص ده انا خلاص ده انا هناديهم واحنا يا جماعه كرولوس اول سيزونز ام كي بيقدم 15% صح كده خلاص 15% لكل مشاهدين ومتابعين بين البيع والشاري هننزل برضو البوست على البيج وكل اللي هيدخل هيبقى ليه 15% ديسكاونت وان شاء الله هناخد منه اكتر في الحلقات اللي جايه كتير واستنونا ما تروحوش في حته راجعين لكم بعد الفاصل